السلام عليكم وهلا والله بالجميع، معكم شادي من قناة جاتكو جيمرز. الفيديو تبعنا لليوم عن لعبة قديمة كلاسيكية عمرها تقريبا 10 سنوات واللي هي الانوار. اول شيء بنعرف اللعبة للي ما بيعرفها وبعدها بندخل بمرخص القصة. وقبل ما نبدأ الفيديو لا تنسوا دعم القناة، اشترك اذا ما كنت مشترك وفعل الجرس، ولا تنسى اللايك يا وحش عشان يرتفع الفيديو للمشاهدين. بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية رجع أحد المحاربين القدامى من فرقة مشاة البحرية الأمريكية واللي هو كول فيليبس، واللي أدى دورها الشخصية الممثل أرون ستاتون، وحصل في هذاك الوقت على النجمة الفضية لشجاعته خلال معركة تل شوغر لوف. وبعد عودته للوس أنجلوس للعيش مع عائلته قام بالعمل كضابط دورية في شرطة لوس أنجلوس في العام 1947 مع شريكه رالف دان، واللي أدى الشخصية الممثل رودني سكوت. خلال فترة العمل نجح فيليبس وبشكل فردي تقريبا في حل قضية قتل، الأمر اللي أثار إعجاب قائد قسم جرائم القتل جيمس دونيلي، والقضية هاي ساهمت في ترقيه فيليبس لمخبر. بعدها اشتغل مع ستيفان في حركة المرور، ومن ثم مع فينبر جالوي في حل جريمة قتل. اكتسب فيليبس من خلالها سمعة طيبة في حل القضايا الصعبة والشهيرة، الأمر اللي جعل ترقيته ليست صعبة، وتم ترقيته لرتبة نائب. خلال هاي الفترات الوجيزة كان فيليبس يرتاد إحدى الصالات الغنائية، وبدأ في الوقوع في حب مغنية الصالة الألمانية إلسا ليختمان، واللي أقام معها علاقة غرامية، وإقامة هاي العلاقة كانت نقمة بالنسبة لفيليبس بسبب أنه تم استخدامها كفضيحة من قبل شريكه روي إيرل واللي هو شرطي فاسد. ومعلومات إقامة العلاقة مع المغنية إلسا كانت لمساعدة العديد من الشخصيات البارزة في المدينة التستر على فضائح كبيرة بالنسبة لهم، ويجعلوه مصدر إلهاء لوسائل الإعلام مقابل الحصول على مكان في النقابة المعروفة باسم صندوق إعادة تطوير الضواحي، وهو عبارة عن برنامج تطوير غير شرعي بدعي توفير المساكن لقدام المحاربين العائدين للوطن في الحرب العالمية الثانية. بعد رفض فيليبس الاستجابة لمطالبهم تم الكشف عن علاقته الغرامية وفضحه في المدينة، وهو تحول فيليبس من الرجل الأكثر كفاءة في العمل لرجل مخزي داخل شرطة لوس أنجلوس ومكروه من قبل سكان لوس أنجلوس. تم تنزيل رتبته وتم طرده من المنزل من قبل زوجته وتركته للعيش مع إلسا. يعني تقريبا حياة فيليبس شبه اتدمرت. قبل هالأحداث هاي فيليبس كان مكتشف إنه العديد من مشاة البحرية في وحدته السابقة كانوا بيبيعوا أقراص المورفين المسروقة للسفينة اللي نقلتهم لمنازلهم، الأمر اللي كان سبب اغتيال معظم زملائه سابقا من قبل رجال العصابات اللي بيشتغلوا لصالح ميكي كوهين، وهو اللي كان مسيطر في السابق على تجارة المخدرات. وبسبب بيعهم لحبوب المورفين شعر بالاستياء من المنافسة، وظلت معظم الأدوية المسروقة في عداد المفقودين لحلول الوقت اللي تم فيه تنزيل رتبته، وللأسف ما قدر إنه يتابع القضية. وبعدها بفترة بندلع حريق متعمد في منزل مشبوه، بيتم التحقيق في موضوع الحريق برفقة شريكه هيرشل. وقتها أشار فيليبس لوجود صلة بين الحريق وبين شركة الإسكان إيرسيان فيلز، ولكن الشرطي الفاسد إيرل أخبره بعدم التحقيق مع مؤسسها ومديرها التنفيذي الملياردير ليلاند مونرو. وبمجرد منعه من متابعة التحقيق والوصول للحقيقة طلب من إيلسا إنها ترفض دفع تعويضات تأمين إلزامية كبيرة بشكل مثير للريبة، وقام بأخذها لرفيقه السابق في البحرية واللي هو جاك كيلسو، واللي وظيفته حاليا محقق مطالبات لشركة كاليفورنيا للحرائق والتأمين على الحياة، لحثه على إعادة النظر بالأمر بدلا من دفعها للتعويضات. بعدها بيكتشف كيلسو بسرعة أن مشروع التطوير بيستخدم مواد بناء غير مناسبة للمنازل، واللي تم مطاردته على أثر اكتشافه لهالحكي من قبل رجال مونرو، وتمكن من الخلاص منهم. وفي نهاية تحقيقات كيلسو وفيليبس اكتشفوا أن الصندوق هو مجرد واجهة لهدف مختلف كليا، واللي هو الاحتيال على الحكومة الفيدرالية الأمريكية واللي بيديرها العديد من رجال الأعمال المحليين وكبار الشخصيات، بالإضافة إلى مونرو ورئيس الشرطة ويليام. علمت النقابة المسار المقترح لمشروع ويتنال باركواي، واللي كان من المقرر أن يمر عبر منطقة ويلشير في المدينة، وقامت بشراء الأرض اللي راح يمر المشروع عبرها. وبعد شراء الأرض قام مونرو ببناء مجتمعات من منازل أعواد الثقاب، بينما ادعت شركة فاير أند لايف زورا وبهتانا أن الأرض هاي كانت بذات قيمة أعلى، مع العلم أن الحكومة راح تدفع أي قيمة للأرض من أجل الحصول على ملكية بارزة عليها. وتم كشف المزيد من التحقيقات أن كورتني شيلدون وهو جندي آخر في وحدة فيليبس ووحدة كيلسو السابقة تورط في سرقة المورفين. تم تسليم ما تبقى من المورفين غير المباع لمعلم شيلدون والطبيب النفسي البوب هارلان، واللي باعه لتمويل الصندوق. وفي النهاية قتل شيلدون بعد أن بدأ في التشكيك في خطط النقابة. وأثناء قيام كيلسون وفيليبس بإكمال مهمتهم وفي قصر مونرو، تم الاصطدام مع رجاله وتم تبادل إطلاق النار في القصر. وقتها اكتشف كيلسو أن صندوق
إعادة تطوير الضواحي، قد استخدمت إيرا هوجيبوم مشغل قاذف لها بالسابق، واللي خدم أيضا لجانب فيليبس وكيلسو وكورتني في أوكيناوا لمساعدتهم في خططهم، واللي كان يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة وانفصام الشخصية بسبب قتله عدد كبير من المدنيين عن غير قصد بناء على أوامر من فيليبس. تم التلاعب بإيرا من قبل فونتين لإحراق منازل الذين رفضوا بيع ممتلكاتهم لصندوق إعادة تطوير الضواحي، وفي النهاية انصاب بالجنون بعد خداعه في حريق منزل به عائلة كاملة. ومن خلال ذكريات الحرب في أواخر اللعبة، تم الكشف عن أن النجم الفضي فيليبس ليس ببطل خارق، لأنه بصفته الناجي الوحيد من معركة شوغرلوف كان قائما على الحظ وليس الشجاعة في القتال. وبسبب الرعب أصيب بصدمة وهو يختبئ بحفرة، بينما تم ذبح بقية القوات من حوله. خلال هالفترة تم قتل فونتين واختطاف إلسا من قبل إيرا، وتم ملاحقته من قبل فيليبس وكيلسو. وفي أنفاق نهر لوس أنجلوس مع بدء هطول الأمطار الغزيرة، وكانوا يتعرضوا للهجوم في طريقهم من خلال رجال الشرطة الفاسدين والبلطجية، بتم إنقاذ إلسا من قبل كيلسو من قبضة إيرا، واللي تم قتله بعدها من قبله داخل الأنفاق. استخدمت المجموعة فتحة للهروب عبر النفق، لكن للأسف فيليبس تم جرفه في التيار وقتل قبل ما يتمكنوا من سحبه. وفي المشهد الختامي في الفلاش باك، ظهر أن كيلسو كان على علم بالمورفين المسروق وتورط شيلدون به، ومع هيك رفض كيلسو التورط في مخطط شيلدون لبيعها بجانبه، مشيرا إلى أنه سيفقد احترامهم له إذا جعل نفسه وسيلة عبور له. ولهون أصدقائي انتهينا من شرح قصة اللعبة، اللي أتمنى أنها تكون نالت إعجابكم ووصل مفهوم اللعبة. لا تنسوا أصدقائي بنهاية الفيديو اللايك، الاشتراك، تفعيل زر التنبيهات.